نظمت المديرية العامة للاتصالات ولاية غليزان اليوم عملية بيع جوارية على مستوى حي الأمل بالسامي طال، وهذا بمناسبة ربط هذه الأحياء بتقنية الFTTH أو الإيدوما فايبر. تمتاز هذه التكنولوجيا أو الربط بتقنية الألياف البصرية بالتدفق العالي والعالي جدا لسرعة الإنترنت، وأيضا هذه التكنولوجيا مش معرضة للسرقة لأنها ما فيهاش كواب نحاسية. مؤخرا قامت مصالح اتصالات الجزائر بربط الحي بشبكة الانترنت، والحمد لله في ظرف وجيز وصلوا لنا الانترنت. تقنية الألياف البصرية هذه تقنية جديدة غير معرضة للسرقة عكس ما كان في السابق، كما كانت في الألياف في الكواب النحاسية.